اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده. حلقتنا النهارده من دوري ابطال افريقيا، سيمبا التنزاني يتفوق على الاهلي المصري بطل ابطال افريقيا الموسم اللي فات 1-0 في تنزانيا عشان يتربع على صداره المجموعه اللي بتضم فيتا كلوب والاهلي والمريخ السوداني. مجموعه صعبه جدا، سيمبا بست نقط بعد الفوز على فيتا كلوب في الكونغو الجوله اللي فاتت، والنهارده بيرجع ويفوز على بطل افريقيا الاهلي 1-0 في مباراة كانت سهلة جدا على الفريق التنزاني، وخصوصا مع الأداء السيء والسلبي اللي قدمه لاعبي النادي الأهلي واللي قدمه بيتسو موسيماني النهاردة. إيه اللي حصل وإزاي بيتسو فشل في إدارة اللقاء؟ كل دوت هنعرفوه في حلقة النهاردة، لكن قبل ما نبدأ في تفاصيل الحلقة يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. دعمكم باللايك بيفرق كتير جدا في نشر المحتوى، فما تبخلوش عليه. يبقى البرتغالي مانويل جوزيه هو المدير الفني الأوحد في النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، آخر 20 سنة مثلا، اللي بيقدر يتعامل مع المطوشة المعقربة، المطوشة اللي ملهاش مقاييس، المطوشة اللي زي ماتش سيمبا التنزاني النهاردة، فريق داخل على صدره مراوح، الفريق مش همه لا رطوبة ولا حرارة عالية. أنا في أول 10 دقايق كنت خلاص هقوم وأسيب الماتش لأني مش قادر أكمل الماتش من الرطوبة والحرارة بالرغم من إن أنا قاعد في بولندا. لكن بيتسو النهاردة قرر إن هو يبدأ بالأربعة 4-3-3 بتأمين دفاعي في نص الملعب. فشل في دوت محمد الشناوي في حراسة المرمى، رباعي في خط الظهر محمود وحيد على الشمال في ظل غياب علي معلول وإراحة أيمن أشرف على الدكة اللي نزل في نهاية الشوط الثاني، على اليمين محمد هاني، اثنين قلوب دفاع ياسر إبراهيم وبدر بنون، ويمكن الاثنين مدافعين النهاردة كانوا أفضل لاعبي النادي الأهلي ولا يسألوا عن أي شيء أو أي خطورة تذكر على مرمى الشناوي، إلا أن في دقايق بسيطة كده الفريق أو المدافعين كانوا بيفقدوا التركيز وبالتالي بتتواجد المساحات ما بين الباكات والسرد باكات. ثلاثي في نص الملعب كان متواجد حمدي فتحي، ديانج واكرم توفيق، والثلاثي مش عارف ايه الادوار المفترض ان هو يقوم بيها، مين اللي بينزل يسقط ما بين قلوب الدفاع او يستلم الكوره من خط الدفاع عشان يبني الهجمه، مين المسؤول ان هو يبدا يتحول لوسط ملعب مهاجم كمركز 8 ويزيد في الحاله الهجوميه، مين المسؤول على عمليه الضغط، مين هيغطي فين، مين هيلعب الكرة الطولية في ظهر دفاعات سيمبا التنزاني، الكرة اللي غابت على مدار 35 دقيقة في الشوط الأول واللي ما ظهرتش إلا بدخول محمود وحيد في عمق وسط ملعب النادي الأهلي. ثلاثي في الخط الأمامي أجاييه وكهربا وولتر بوالي. الفريق ده بدأ اللقاء تحس إن هو داخل عايز يكسب، أول 10 دقايق الأهلي هو مهاجم، هو اللي رايح بالكرة، في كرة حلوة، الفريق بيجري، وتيقنت في اللحظة ديت ان الفريق بعد اول 15 دقيقة هيضطر ان هو يعلق محاليل بسبب الرطوبة والحرارة العالية. ناس كتير بتقول ان بوسوماني ما كانش المفترض ان هو يبدأ بثلاثي في نص الملعب، وكان المفترض ان هو يبدأ بطريقته المعتادة 4-2-3-1. هفترض معاكم ان هو بدأ بال 4-2-3-1، السولية وحمدي او ديانج في نص الملعب وقفشة مركز 10. هل تفتكر ان قفشه والسوليه قادرين على اداء الادوار الدفاعيه في ماتش قصاد لاعبي سيمبا التنزاني، اللعيبه اللي كانت بتفرق في الملعب بدون ما يعلقوا محاليل بعد اول 5 دقائق؟ انا شايف ان بيتسو موسيماني قسم اللقاء بطريقه سليمه، طريقه معتادين عليها مع بيتسو موسيماني، لكن الاداء السيء او الاداء السلبي او عدم المجازفه هي طريقه بيتسو. بيتسو في كل مبارياته في دوري ابطال افريقيا كان بدون مجازفه، كان بيعتمد على عمليات الضغط وعلى اخطاء الخصم، وده شفناه في ماتش الوداد وماتش الزمالك وحتى في ماتش المريخ في الدور الجوله اللي فاتت اللي انتهى 3-0 لصالح الاهلي. ما شفناش خطوره حقيقيه للنادي الاهلي الا مع دخول الشوط الثاني، وبالتالي البدء بالسوليه وقفشه كان ممكن يتسبب ان الفريق يجي عليه عدد كبير وعدد اكبر من الهجمات وخطوره اكبر في الجانب الهجومي لصالح سيمبا التنزاني. بعد كده سيمبا بدا يمسك كوره، بدا يحركوا كوره، بدا الفريق يبقى اسرع في عمليه نقل الهجمه، في عمليه الارتداد الدفاعي السريع جدا، فاضطر الاهلي ان هو يثبت في منطقه جزائه. كوره الهدف هتلاحظ ان الثلاثي الدفاعي في نص الملعب مش عارف مين يدخل على مين، تحس ان الثلاثي رايح في الحته اللي على شمال الملعب وسايبين اللاعب يعمل اوفر لاب على الناحيه الشمال، وبالتالي اللاعب لما جات له الكوره مره ثانيه على حدود منطقه الجزاء الدنيا كانت مسدوده قدامه فعلا لكن بدون ضغط، وبالتالي هو حط الدقه
وحط القوة المناسبة ووجهها كويس جدا على شمال الشناوي عشان يوصل الهدف. بعدها على طول اختراقها من ناحية الشمال بتاعت الاهلي المتواجد فيها وحيد، الكرة بتخبط في ايد الشناوي والقايم، وتحس ان اللعيبة بدأت تحس ان هي قادرة على التفوق على بطل افريقيا، ودوت اللي حصل في الشوط الاول. الشوط الثاني انا توقعت ان طالما هو بدأ اللقاء بثلاثي في نص الملعب يبقى الشوط الثاني هيدي بقى للسوليه وهيدي القفشة على حساب ثنائي من نص الملعب، وتتحول الطريقه ل 4 2 3 1 لان ما عندكش حاجه تخسرها، وفي نفس الوقت عايز الفريق يلعب كوره. لكن دوت ما حصلش، واللي حصل ان هو تم تبديل واليا وكهربا ونزول السوليه وقفشة عشان يتحول نص ملعب النادي الاهلي الخماسي، بقيت بتلعب ب 4 5 1، ودوت خطا لبيتسو موسيماني ان هو خرج مهاجم الفريق الوحيد او المميز جدا في الضربات الراسيه وهو واليا، وخرج اخطر لعيب الاهلي في الشوط الاول وهو كهربا اللي راح بكوره وحيده عن طريق اسيست لاجا يير. الاهلي اضطر ان هو يتراجع، واستمرار تراجع غير مبرر قصاد سيمبا التنزاني. سيمبا هو كمان بدا يتحكم في رتم المباراه اكتر، بدا يبطئ الريتم ويلعب على الكيف الكيف، ياخد الراجل رقم 11 الموزمبيقي ده الكوره يتحرك، تحس ان هو بيعدي في شوارع ما فيش اي حد مقابله، لغايه ما بيتسو قرر ان هو يعمل تغييره تانية بدخول مروان محسن على حساب اجاييه، واخيرا خروج محمود وحيد ونزول ايمن اشرف لان محمود وحيد استنزف بدنيا، وفي نفس الوقت لقينا محمد شريف نزل في الدقيقه 77 عشان ينشط الناحيه الهجوميه. الاهلي بدا يشتغل في اخر 5 دقائق او اخر 4 دقائق عن طريق الكرات الطوليه. طب فين الكرات الطوليه ديت من بدايه اللقاء؟ المفترض ان انت بتلعب مع فريق عنده لياقة بدنية كبيرة، عنده طاقة رهيبة، عنده عملية ارتداد دفاعي سريع كبيرة، فبالتالي المفترض ان انت تلعب على الكرات الطولية اللي كانت غايبة الشوط الاول. في الوقت اللي اعتمدت فيه على الكرات الطولية بدأ يظهر مروان محسن كمحطة، بدأ يظهر محمد شريف بتسديدة خرجها الحارس، بدأ يطلع محمد مجدي قفشة. الاهلي على مدار 70 او 85 دقيقة مثلا مفيش ولا تصويبة ما بين 3 خشبات باستثناء تصويبة محمد شريف في الدقيقة 90. الاهلي بيخسر، لازم إدارة الفريق يكون لها وقفة مع بيتسو موسيماني في أدائه السيء جدا وأدائه الحذر إلى حد كبير في المباريات الأخيرة، لأن ده النادي الأهلي. مش معقول النادي الأهلي يعتمد على لاعب واحد وهو علي معلول. غاب علي معلول الأهلي بيقع هجوميا، ما تلاقيش حلول، ما فيش لا حلول على الأطراف ولا في حلول من خارج منطقة الجزاء، وكأن علي معلول هو الحل الوحيد في النادي الأهلي. الماتشات اللي زي ديت لو ما قدرتش تكسبها ما تخسرهاش، ودوت اللي عودنا عليه من النادي الاهلي، لان دلوقتي فيتا كلوب عنده 3 نقط بعد فوزه على المريخ، سيمبا عنده 6 نقط، الاهلي عنده 3 نقط، المجموعه ولعت، الاهلي عنده لقاء مع فيتا كلوب الجاي في القاهره، فالمباراه ولعت الدنيا وولعت المجموعه، وخصوصا ان الاهلي كان مريح ومسافر قبلها بفتره، فبالتالي انت عندك وقت ان انت تعلق محاليل قبل اللقاء، مش تنزل في الماتش تعلق لي محاليل بعد اول 10 دقائق. دوت كان رايي عن حلقه النهارده عن ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. سلام.